الحياد هو الاساس يا استاذ خالد في هذا الموضوع، لكن على الجانب الاخر زي ما الاستاذ محمد بيقول احنا بنشوف ان في توجهات واضحه لبعض المعلقين. بص يا كابتن اسلام، انا دايما ليا راي محدد في الموضوع ده. اتفضل. صعب جدا على اي حد ايا كان مين هو فكره انه يكون محايد بشكل كبير. ده صعب. تمام. صعب لانك بشر في الاول وفي الاخر وانتمائك بيميل او بيضغى عليك. الفكره كلها انا شايف ان مفيش حاجه اسمها صحفي محايد او اعلامي محايد. شايف في حاجه اسمها صحفي محترم بيحترم كلامه وبيحترم الكلمه اللي بتطلع منه اذا كانت هتولع الدنيا ولا لا. انت ممكن تشجع الاهلي عادي جدا، او ممكن تقول او الزمالك ايا كان الموضوع، انما الفكره انت بترمي القنبله فين، بترمي الكلمه امتى، هي دي الفرق. انما فكره انك تكون محايد على طول الخط دي صعبه. انا شايفها صعبه. خاصه دي تتطلب نوع عالي جدا من الاحترافيه مش موجوده في كل المناحي اللي موجوده في مصر. ليه بنفترض ان دايما المفروض نكون ماشيين على خط واحد دايما في الرياضه بس؟ دايما ان احنا الرياضه هي جزء او نسيج من المجتمع. لو افترضنا ان كل حاجه لابد ان هي تكون محترفه اكيد مكاننا مش كان هيبقى كده. انما هي الفكره كلها انت ليك انتماء، انما ما بتخليش الانتماء يضغى بالشكل الفج. دي الفكره او دي وجهه نظري في الموضوع. فهي تمام. طيب.